بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا له عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في آخر كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه في آخره، قال: باب البكاء والحزن عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة من ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. في رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وهذا الباب باب عظيم، وهو من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب، وذلك لأن هذا الباب يتعامل معه اليوم كثير من الناس على خلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا من هذه القبور وهذه الديار آثارا تاريخية يتنزهون فيها ويتأملون فيها، ويرمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. فما أصرح هذا الحديث في هذه المسألة الواضحة الجلية. والمصيبة تعظم أن تخرج فتاوى ممن ينتسب إلى العلم والدعوة يجيز للناس أن يدخلوا هذه الأماكن، أماكن العذاب وأماكن العقاب، من أجل النزهة والفرجة، ويقولون من أجل التأمل، من أجل التأمل والنظر في الآثار التاريخية ونحو هذه الأمور. كل هذا يدل على قساوة القلوب والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال لأصحابه لما مروا على الحجر، وذلك في غزوة تبوك، مروا على هذه الديار، ديار ثمود، ديار الحجر، قال لهم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي وبيان للعلة، فما بقي شيء في البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، نهى ثم بين العلة في النهي. قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. العلة ما هي؟ لا يصيبكم ما أصابهم. فمن أراد الدخول على هذه الديار فليدخلها باكيا خاشعا، ولا يدخلها نزهة متفرجا مصورا لدخوله وخروجه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أستثنى في الدخول للباكي لم يدخلها باكيا صلى الله عليه وسلم، بل لما مر عليها أسرع السير وقنع وجهه خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذه الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على هذه الديار. فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حال اليوم المتنزهين الذين يدخلونها ويصورونها وينشرونها وكأن الأمر عاديا، وهذا لا شك أنه من قسوة القلوب وبعدها عن علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم. وفي الرواية الأولى قال: لا يصيبكم ما أصابهم. فالمراد هنا في أنه يصيب أن يصيبهم ما أصابهم، إما أن يصيب هؤلاء الداخلين على هؤلاء ما أصاب هؤلاء من العذاب، أو أن يصيبهم ما أصابهم من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالمسألة ليست مسألة سهلة،
مسألة عظيمة، ولذلك التهاون فيها سبب لقساوة القلوب. ولا يغتر المغتر بمن يفتي بجواز زيارتها والدخول فيها، ليسوا هم مبلغين عن دين الله عز وجل كما يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. فالذي قال هو الذي ينطق، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. ليس هناك أصرح من هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أهمية الصحبة الصالحة، وذلك إذا كان الدخول على هؤلاء المعذبين وإن كانوا موتى يؤثر، فكيف بمصاحبة وسكن الأحياء من أهل الشر وأهل الفساد؟ فإن ذلك يجري في النفوس ويغير الأطباع ويحول الأفكار. فلذلك نهينا عن الدخول عن هؤلاء والمقام معهم ولو شيئا قليلا، فمن باب أولى الأحياء الذين ضررهم أكبر ووصولهم أقدر. فلذلك على المسلم أن يحذر من هذه الصحبة الفاسدة التي تفسد القلوب، تفسد الأديان. وهذا الحديث كما هو واضح، واضح الدلالة في هذه المسألة العظيمة، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.